العدالة التحكيمية في مثل هذه الظروف يا جودة بتبقى ليها النصيب الأكبر في كل شيء، بمعنى إن العدالة التحكيمية عندما تكون متواجدة الفريقين مش هيبقى عنده مشكلة غير إن هو يلعب في الملعب فقط. شايف إزاي التحكيم خلال الفترة الأخيرة؟ يعني انا من الناس اللي مش بحب اصلا اتكلم عن التحكيم في الاسلام، واتمنى يعني اتمنى حتى لو حد اتكلم عن التحكيم يبقى مثلا ممكن يبقى حضرتك، ممكن يبقى انا، ناس بره المنظومه دلوقتي يعني، ناس بره. ما انا بقول لحضرتك يعني انا من وجهه نظري برضو يعني من وجهه نظري في مع وجود الفار ده المفروض الاخطاء التحكيميه بالظبط تقل، ولكن برضو يعني نرجع برضو نشتكي دلوقتي الناس بتتكلم في موضوع الاخراج التلفزيوني، نقلنا الموضوع خالص من ملعب وتحكيم للاخراج التلفزيوني. حضرتك شفت الاعداد، ما حدش عارف يوضح، ما حدش عارف يوضح خالص، الحكم بيقعد خمس. بس في مثلا الكره زي بتاعت الجول الشريف اللي في مباراه سيراميكا، لا اللي جابه جت في صدر قفشه، دي واضحه. لا دي واضحه جدا، دي واضحه جدا يعني كابتن. بس يعني عايز برضو يعني ابعد ان اللعيبه ان يكون في اي حجه يعني أي يعني انا ده برضو ده ده وجهه نظري يعني، سواء انا طبعا. يعني انا بتكلم في الموضوع ده ان مش عايز حد من اللعيبه يتاثر، وخصوصا في برنامج كبير زي حضرتك كل لعيبه الاهلي بتتفرج يعني، يمكن الحاجات دي يسيبوها لنا احنا او يسيبوها حضرتك او يسيبوها الاعلام، ولكن برضو يعني لو بدات كمدرب بالدورات وبالكلام ده اعتقد برضو التحكيم برضو لازم برضو يبقى فيه حاجات كده لسه يعني كابتن يعني مصدر من لجنه الحكام الحقيقه وهو بيتكلم معانا قال لنا ان خلال الفتره الجايه في 18 حكم بمناسبه التدريبات يعني. انا والله ما اعرف حتى المعلومه دي. يعني لا قال لي ده هو يعني حد كلمني النهارده في الفصل وقال لي ان خلال الفتره القادمه في 23 حكم صفاره هيخشوا هيعملوا لهم تدريبات معينه عشان الفار، و 23 حكم صفاره او 18 حكم صفاره و 23 حكم مساعد واربع حكمات كمان سيدات. العناصر المهمه جدا زي ما حضرتك قلت، العداله التحكيميه لو توفرت يعني دي حاجه هتبسط الطرفين، حتى الطرف المغلوب يعني لو في مباراه مثلا اي نادي اتغلب وفي عداله تحكيميه ما بيقدرش يطلع يتكلم بالزبط. يعني فبرضه منظومه برضه يعني زي ما بيقولوا ليها ما ليها وعليها ما عليها برضه، منظومه واحده التحكيم. في الاخر نتمنى ان المنظومه دي كلها ترتقي. بس عنصر مهم جدا يا استاذ، عنصر هو متحكم انت مش متخيل يعني يطرد مدرب، يطرد لعيب، يطرد قرار مؤثر. ممكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في اوقات كتير جدا انا بروح للحكم بقول له يعني انت ممكن نمشي دلوقتي بسبب خطا منك بالظبط، وفي الاخر هو بيحصل ايه يا كابتن، بيتوقف ماتشين ويرجع يكمل عادي ومفيش مشكله وانت اللي مشيت كمدرب او اي مدرب بالظبط يعني. لا يعني انت مثلا لما تيجي تبص على الناس بتقول لي ايه يعني كابتن اسلام، انت بتتكلم بعد ما نلاقي يشجع النادي الاهلي طبعا يقول لي ايه انت دايما بتتكلم، طب ما انت كسبان سيراميكا كليوباترا. ايوه كسبان سيراميكا كليوباترا ولكن مظلوم في هدف. انت ما قلتش حاجه، انت قلت العداله التحكيميه. العداله التحكيميه لكل الاطراف. لا ما هو انا مظلوم في هدف، ما هو الهدف ده كان الهدف الثاني يعني. ونفس الكلام انت من حق حد تاني لو اتظلم في حاجه اتكلم بالظبط، انا ما عنديش مشكلة. لا انا بتكلم عن ممكن حضرتك تطلع تقول فعلا ده كان ليه مثلا ضربه جزاء، فعلا كان ليه كذا، انما هو موضوع هي الكلمه يعني بعيد عن اي انتماءات، هي العداله التحكيميه للكل. العداله التحكيميه للكل سواء في التنافس على الدوري العام المصري او بالظبط. يبقى كده احنا يبقى حضرتك بتطالب بيها للجميع مش بتطالب للجميع طبعا، بما اننا في قناه الاهلي فانا أيوة عايز الاهلي. وحضرتك قلت مثل معين، واقدر يعني واحد تاني مشجع تاني نادي تاني تقدر تقول مثل معين، مش هتلاقي بالزبط. حد اهلاوي بيقول لك ليه طالما عندك حق يعني، لان انت ما يطبق عليك ويطبق عليا، فهو في النهايه كله بيطبق بمعيار واحد، فهو ده اللي احنا عايزينه. اكيد اكيد ان اللي يكسب الدوري يكسبه بشكل جيد وبكل حاجه، ولا قدر الله يحصل اي حاجه تانيه تبقى الامور برضه الكل بيتكلم في هذه المنطقه.